السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي الكريمات، مرحبا بكم في قناة مطبخ داري. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم ميني بيتزا سهلة جدا في التحضير، اقتصادية وبكمية كبيرة. إلى عجبتكم الوصفة ما تنساوش أنكم تابونوا في لاشين باش توصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش أنكم تدعموني بالليك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع العائلة والأصدقاء ديالكم. فعلى بركة الله أول حاجة غادي نحضروها وهي الحشوة. عندي هنايا حبة ديال الفليفلة خضراء، حبة ديال الفليفلة حمراء، حبة ديال البصلة وشويه ديال الزيتون الخضر، كلشي قطعته قطع صغيره. غادي نزيد عليهم زيت الزيتون، الملحه والابزار، وغادي نردهم يتشحروا، وشويه ايضا ديال السكينجبير. غادي نغطيهم ونخليهم على جنب يتشحروا مزيان. هنا غادي نجيب مقله واحده اخرى، غادي ندير فيها كميه ديال الكفته، غادي نزيد عليها شويه ديال الملحه يعني التوابل ديال الكفته، شويه ديال زيت الزيتون، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، وشويه ايضا الكمون. هنا بالنسبه للصلصه ديال الطماطم ديجا حضرتها معكم، غنحط لكم الرابط ديالها اسفل الفيديو. ايضا لاباط ديال البيتزا ديجا حضرتها معكم. عندي الفرماج والحشوه كما لاحظتوا معايا. بالنسبه لهاد الصلصه ديال الطماطم فهي صلصه ديال الطماطم بخضر. صافي غادي نبدا ندهن الميني بيتزا ديالي من بعد ما ديكونجوليتها وستفتها. هكا بالنسبه لهاد البيتزا هادي كتجي في العرضات زوينه وسهله جدا في التحضير، يعني دغيا كتوجد ما كتاخذش نهائيا معكم الوقت لاخر لحظه. يعني في تحضيرات رمضان راني وريت لكم لاصوص ديال البيتزا وايضا لاباط ديال البيتزا. بالنسبه لاصوص ديال البيتزا كنحتاجو فيها بطاطا، خيزو، فليفله، يعني اي خضره عندكم كطيبوها وكطحنوها كيجي المذاق ديالها اكثر من رائع وبكميه كبيره. صافي انا هنايا غادي ندهن لاباط اللي عندي كامله. هنا غادي نوضع فيها شويه ديال الفرماج محكوك، وغادي نزيد فوق منهم داك فليفله داك الخضر اللي شحرنا، فليفله والبصله والزيتون الخضر. يعني هاد الحشوه هادي جد اقتصاديه، وكما لاحظتي وكيفاش كتجي بنينه، وكما لاحظتي الشكل ديالها كيجي زوين. بالنسبه كنا شحرت الخضر كاملين في خطره واحده، احسن انكم تشحروا فليفله بوحده، البصله بوحده، هكا طريقه سهله وما فيهاش الضياع ديال الوقت، يعني في وقت وجيز تحضروها، والاهم انها ما فيهاش قوه اللواني، كل حاجه كتشحرها بوحده. صافي غادي ندير فليفله وباقي الخضر هكا فوق البيتزا، وعاد غادي نوضع فوق منهم الكفته. بالنسبه للكفته ممكن انكم تعوضوها بالطون او بالدجاج، يعني الخيار كيبقى لكم، وممكن انكم ما ديروش نهائيا اللحوم، خليوها هكاك فقط بالخضر والفرماج. فيهم الكفته كاملين، غادي نوضع فيهم الفرماج. فهاد الاثناء هادي رديت الفرن يسخن على درجه حراره 180، غادي نوضع فوقهم الفرماج محكوك، وغادي نزيد فوق منهم واحد الزيتونه كحله، صافي كيكون هذا هو الشكل ديالهم النهائي. فهاد الاثناء رديت الفرن يسخن على درجه حراره 180، كنشعلو عليهم فقط من التحت و عفوا فقط من الفوق، كيذوب لنا الفرماج وكنخرجوهم، ما تشعلوش عليهم من التحت بزاف حيت الا حمرتيو البيتزا من التحت بزاف كتيبس. صافي هنا بعد ما خرجتو من الفران كنحك عليهم واحد شويه ديال السحتر،
كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجاو جد راقيين في المذاق، جاو بنانين. نتمنى انكم تجربوهم، الا جربتيهم ما تنساوش انكم تقولوا لي في التعليقات كيفاش جاوكم. ايضا ما تنساوش انكم تدعموني باللايك ديالكم وتبارتاجوا الفيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم. فطور شهي والى وصفه اخرى ان شاء الله.